سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 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 صلاة الله سلام الله عليك يا رسول 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 الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله. الحمد لله الشكر لله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك لعلكم تهتدون. قلن كان أدان كذا قالوا برنامج كيسة كلن كبوحوها كلن دبس سعودي كل ما ذي هري وأنه مدد السوء ودني ورنتي شركة وينا وحفلة لها وقذاذ لها وعبين كي لأن يرضوا أي سمين السي وحي على بضن وأتكو عركتين براها بالشدة بود دبس سعودي كل ما ذا كلا دوانا مرة نجوا جديا يعني وكل مني مرة وحن وكلن كوها كلن كي وينا يرهر كي سوي مدى وقذاذها kulankii dhalinyarada ka dambeeyay ee kuwaasun buuna daba socday kana wuxuu ahaa mid culimada aanu ugu talagalay in maareeytay xalibaanada ay isku wareystaan oo ku dardaarmaan oo kana hadlaan xaaladihii ee shirkaas iyo wixii maareeytay hawlahiisa soo socday daba kabkiisa baan ugu talagalay hayalay waxa laga yaaba de culimada qaybteed in laga yaaba in culimada ay sikaala kala u arkayeen waxyaalaha aanu sameeynay waxyaalaha badan baanu sameeynay ee wixii aanu sameeynayna wixii lagu boorin kana la yiraahdo waa okay horay u socda wixii naga khaldan la yiraahdo waa ka khaldan yihiin xagga saxa ee waxyaalaha aanu ugu talagalay kulanka kaas oo ahaa runtiina waxa weeyaan wax laga soo shaqeeyay oo waliba xilibanadu ay qayb ka ahaayeen qeyr Allah siiyo ee qofta la yiraahdo gudoomiye Fadma Fande ay qayb weyn ka ahayd weeyaan marka soo dhawaada kulanka barnaamijkiisu waa sidaas weeye waxaan kala qaliyi iga horeeyay cudurdaar bay bilaabeen anuu inaan dariiqa mar waa laga maarmaan waxaan ka cudurdaaranayaa iyagoo joogaan culimadii waaweyneed iyo dad iga aqoon badan in la igu soo dhaweeyo aadan ugu cudurdaaranayaa marka raalligelin baan ka bixinayaa alaga raalli ahaado ma u malaynayn in la ii yeedhayo runtii dil yarayna inaan marka ay dhaado oo ma taqaanaan oo inaan dhaado waan ka xishooday marka intaas waa raali gelinta kale wacdi aayadii uu noo aqriyay ama aayadii uu noo aqriyay baa inoogu filan haday taqwa ilaahay noqoto iyo haday midnimo noqotaba aayadii baa intaba ka hadashay in xadhigga ilaahay la qabsado in ilaahay laga cabsado marka labaduba way wada jiraan qofkii ilaahay ka cabsaday baa xadhigga ilaahayna qabsaday taas waa mid waaye ta kale nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid qabiisata
بين ليراني ليرا صحابي قبيسة بين ضرب الأسدي أيا وحو لي هاي حديث كاسي وحديث الإمام البخاري وصو صاري حديث كاسي وحو تلمام يا أهل المعروف هم أهل الجنة تتكونا أهل كوا يجا أهل الجنة وأهل المنكر هم أهل النار تتك أهل المنكر كينا يجون بها أهل النار مرك مرك إلا في ريو تقوى إلهي يسقفسك وحارق إله لقفسه ومعروف بأولا يسوشيه يحمانت أولا يسكرهه حرمال بن عبد الله رضي الله عنه صحابي بأسنا وحوليه نبي عليه الصلاة والسلام بانو إيمت إسابه النبي عليه الصلاة والسلام ميل كجرة وحان أوغو إيمت إنان علمي كزياد سدو مركاسا وحان كو يريبو الرسول كلاهي وحان كو أوغو إيمت عن علمي إيزياد سو نبي عليه الصلاة والسلام باوحو كو يري ائت بالمعروف وناق الله إيمو ويتنب عن المنكر حمان تنكر ديرو وحقا بان يرعى مصيب لسحابي قاسيو هذا نمر لبعض بان نبي عليه الصلاة والسلام كعلي إسن لبدا كلمو نبي عليه الصلاة والسلام يو هذا نبي يري مركاسا نبي عليه الصلاة والسلام وحيري بالهداد قوم آدو تمادو أود هذا نكتكتو واحد في رسالة مركز تيسو عتين وحاي كاشيغيان هذي وانا كاشيغان واد في عانتها يقصعو هذي حمان كاشيغان كجوبو نبي عليه الصلاة والسلام يري مركز عرماها سي وعرماها تقرنا يسانو آدوا وين حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام باوحو ليه من نحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة قف كي جعل النار تلقى فوقيه أو جنة أو قلو فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر قيرده هو تماده إسوغو إلهي إيو مالك الدنبائية من رميسان وليأتي إلى الناس تدكنا هولي ماده ما يحب أن يتا إليه وحو أجعله تدكنا هولي مادان arimaha soo iswada dul saaran waxay tilmaamayaan bulshada sida loola dhaqmayo hadii madaxdoodii la yahay bulshada hadii culimada la yahay iyo hadii dhalinyarada la yahayba binaaadamku isku wuxuu ka sameysan yahay qualitygoodu waa mid waay isku waxbay ka sameysan yihiin ilaahi subhanahu wa ta'ala wa ki ayatu quraanka aad garanaysaan hal ta'ala al-insani hinu min ad-dahri لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه إلهي سبحانه وتعالى بوحيه سو بن آدم كأم إيمان وقتي آنو جرنبا وكون كان أوجري للك جوغي للك أوجري سمدو جرتي وبياشو جرين قيدوه جرين أبحو جري بن آدم وحل إلى آدم ونكون نولين باهي إن لوقب بن آدم ماشان إن أي بن آدم وبهان تاينا للك إيا علك إيا بن آدم خلقاتك كنونا أين دريمين سواتي قاسهم إيمان مسكي جوجيه وصوفير نيسا مركا حالة داس مركا لغاية مد إلهي وحو إلوان أبورني من أمساج النبتليه وحانك أبورني مني او اسكو جير جيرتا او قبيلكي يا ابي يوي يا ابتي يا اديري وحاسان ككوبنahay قبيلك دم بان ككوبنahay او دينك استبا امتحان بانا marka hawsha loo sameeyay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه او شيء هي وكلمه هذا لا حدلي حق موافقه الله وحول أي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله دين تيله قبضه إذن كوردن حسيد الله لي أي الدنيا ذو حيكون هاجس وموافقة آخر ذو حيكون هاجس وموافقة
هذه أمة أي مال أسوتي معضو برشة هذه أي مال شوتو مسلمين هذه مال سوي مادان وحل يرهب وحوي عن اجتماع يا إن مال أو صعدان هذه أي مال أو صعدان وحيربين ويجاريان هذه أي كرا صعدان مريات كودي مجاريان حن بنا حتى قبيل مال سوي مد بيننا هاي قبيل كهذا ماشي سوي مد ولا لي أروح هذا لا هاي كل جن موافقة إنه قالوا سيما علماء دي بيننا هاي علماء ما تصل إيش هاي هذا أنا هذا الكي أوها وحوي يعني تذكر علماء إني حفلة دي هرة وحي مقرنا سه نقص يا أي خلل هي قالي إن أنا عوها عن كبنا صومها وأتبع سيات الحسنة تطمعها وأكبه نادي لا إله ذو مركب حلينا هاي ولا ليال إنكم مركو أهرس علماء يا أيها الرسول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا رسول شيء يا كلوا من الطيبات حلاش عملوا بالي وعملوا صالحا عملوا أنسان عمل فلا رسول شيء إلهي بسأله أن هي هدي رسول شيء اللي يري نبي عليه الصلاة والسلام ما حضا إلهي وحوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلهي كعبصو أركم تذكر مؤمنين تاو حلا الربا سيما تذكر أن هذا علماء ماشي سويمت يا ذاتك أهل كهيك ل أما إن طاوان هيا أما إن دقيسن هيا ولا عليه أنا إننا موافقوا أين أجانو ذاتك إننا موافقوا يوانا أين أخر سنو سلا سالا إن جربا ذاتك علماء ذيه ومسؤولين تطبته وعلماء ذويان مسؤولين تطبته وعلماء ذويان محيا لي وحي وحلو ما مل هي كون كان لو ما مل هي محوها إن محمد عليه السلام وحلو صدر التراث كبوها ودينتا دين الإسلام كأه وقرآن كالسودة شيء قرآن كالسودة شيء إيه لو ما مر عالم كله طلق على يحم بارسن علم هذا حم بارسن علم هذا هاد ضعيفه هاد يسكت تيسن هذا نوعيه وسوافق سن هذا بالشيء ذي يجا مسؤولين تأه بالشيء ذي كله ويهرك عيسى ويتوقع عيسى يجا ما مر هيا دينتي إلهي بكوها جيان دينتي إلهي بكو عمل فلهيان مركي الدنيا دي يوحي الله بحنا أم حرمر هالنقضة يكل كاس اللي قاليها تاسوا مثل كاس حق علماء وحلين هاي إنك ولا ليال قعان أنسقف سنة اسكلين عن ويشي سنة هو صمعك المسلمين من قبل وفي هذا مسلمين بو إلهي نقو مقعاوي مقعيك الله أول إنوك الشيء دين إسلام كمجرو مقعيها نضع عصر كذال يمد عصرين ويكي الله سعودا وحجر ماه وحويان هو صمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا وواجه هرويان من قبل وفي هذا دين الإسلام كان يكون هربا مسلمين بين النهي نكون مسلمين حتى نضل قرابة أو ولا لا أو سي عشيرة أو اللي بنا كوا عقلة اللي له ذو عقلة ما تقنن وكوا مقتل الله وضبح ويان ساس بين قوسي وحسين النهي تاسوا مثك إنك ولا ليال دينتين أنو قبصنو دينتين أنو كرقنو ولا لهن يتذكر كلاين كهجة منه تاسوا مثك ويان من ذكر لو حويان كلكم راع ومسؤول عن رعيته قف والبوا والراعي هدؤني كي هاي هدؤ سلانتي هاي علمتي هدؤي هاي قف المعرفة مسؤوليته تن مقرنها سيد دولة نمتك هدؤي هاي قف والبوا الراعي ومسؤول عن رعيته شعب كيسين والويدين يا أيوة الراعي تاسين علماء يا ولد حسا متك لو حويان هلكم حاج شو حل ديبانا شو يا دتك لو مسؤولين ايوا انو دعيننا مركا هره وحان لينهي الله كو خلتران لينهي حلوين بحمبارين حلك الله كو اسطوران لينهي سيدي عدالته هيدا لو بحنانا الله وافشيان لينهي متك لو حويان حديثك ان شيغيني ان با ايدغانا ان با لغا ربا قف كل كله واحد دبان معنى سواء محاوى قف كي حل كل دبا يصوما قف كي حل كل دبا يويان أي كانوا حلا يربا حل كاس أي قادين وحلا فوها دي ما أمدي أرنم بيتون كقوتهن إهل كي قرابة دي ويان إن الدلال ما يقال يربا عدالة بالك يربا قرابة دي نور حيسا لك يربا قف البحق يسي إن مريم بالك يربا تذكى كلا إسلام كا أجنبي إن سود ويان بالك يربا مسؤولية دو أيون إلى قطان بالغ ربا وحلينا أيون مسؤولية دينا قطان لنا هاي إنك هنا وإذا مسؤولين مسؤولية دينا أن قطان لنا هاي أيقنا وحلينا هاي إلهي سبحانه وتعالى مسؤولية داس أي حنبارسين
الله كالما يا الله وعلينا ولعليال نبي أكو صلينا واجمع اللهم صل وسلم مبارك عليه اللهم صل وسلم مبارك عليه تسبيحي أنا أكو يا رفنا سبحان إن يروح ويان دهدين علبة النهاي وقبيل كي شيخاش أين النهاي والرفق عمر أين النهاي وتا تسبيح يدي تاسبع لنا الرواش عركها مركا تنبع ما يرسلتي هنا مكرنسا يرو مكرنسا يرو بالبوت كهيد ساسو يا يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن أمرينا وحن لقى هذا يمدني مؤي اسكو إماشو يبضى صعد وحن أصل أه ضغن كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحن أصل أه وأمرهم شورى بينهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه عقل علم إلهي كوكم إليه هندي للي هاي وشاورهم في الأمر أنا جي أديك محمد نمليس وأبهنا قف والباء ومدن الله سبحانه وتعالى حل أو قديبة أما مد دينة هالنقطة أما مد منطقة السياسة هالنقطة إنه أي جد يبقى ولا صه النقطة أو ولا شاوره عقلا ضاضي وحجرت قاضة يسوي كل رقم يأمر كإلهي وشاورهم في الأمر ولا ليالو حنكو حجزيني أنت كذب لبض طريقة جرتا طريقة ديكتاتورية أو أنا جا أركي أنا إيه مقطع أنا إلى سحنتي أنا أركا طريقة ذا وحواء بقى فرعون إله سبحانه وتعالى طريق سيني جنة جيب ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم شورى بينهم مرك إن شاء الله تعالى أرنتاس قفك مسلم كي وحقرته دو أقون صدق في دينه وفي دنياه الليبانية ويعقل جيسا أي عقلك لك درسانيا ماشا خالدك وأجرنا قفك بنانك كجوا أركيا ولا ليس إنه نصيحة ويدي يعني علماء الله سبحانه وتعالى قرآن كما ركو كتل مفسرين تحيلين يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله وأضيعوا الرسول وأولو الأمر أولو الأمر مفسرين تحيلين وعلماء يا أمراء إنه عقلي وضع علمي يكن أميرك سياسة يهو شهايو إنه علماء علمي وضع كاشر سأوقي سياسيين كما مارمان مرول بأ لتشيق علماء توسينت ويوحي قرانا ينتبتي توسنات دينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا طريق توسناء أنكو قبقبيني ما ديما سياسيين تينا إيجوغان aan xilku wa meerto bal inta ay joogan qof walba marka dhawta ay soo hadlaan oo hadalka hadlaya waxaan rabaa in walba waxa uu qorsheysan ee umadan uu masalay inuu qabto maalinta xilka ka tagay oo waqtiga maalinta ka dhamaanayo waxa uu heegsanayuu leeyahay umadan inaad u qabato u hirgeliso lagu xuso xilkana insha Allahu ta'ala waqti dambe iyo meelo badan iyo meelo ka sare aad ku soo noqoto aad u qaban lahayd fikirkaaga iyo fiishinkaaga iyo aragtida ku qoran ay tahay inaad ugu baraarujiso si ma taqaana aan kugu taxgelin aragtida hada wabillahi tawfiq salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh إلهي وحنا ليا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرق إلهي قبصدا يو قبوا قصوا جدان وجمع بحق الله اعتصموا بحبل الله جميعا هذا لسير عسي لما أنتين قبصدا إلهي حرق جسا ولا تفرقوا بإلهي هنكر التجنين waxaa markaa halkaas laga qaadanaya oo xadiithuna ay noo sheegayaan ijtimaacu inuu yahay raxma oo dadku haday kulmaan oo muwaafaqo yeeshaan raxmad raxmada Ilaahay bay helayaan hadii dadku ay kala tagaan furqadaas oo cadaab bay leedahay waxay culimadu misal soo qaadan jireen daqsiya laba nooc weeye نوعنا ونوع كلمة وموافقة له نوعنا ونوع تفرقة وكثير مرة وبسكرها هذا هي نوع موافقة له وحكوا شيء قال بعشا الشين ذا اللي هذا ونوع تقصيده كم ذا موافقة دي اسمه حكوها لي وحكوها لي جدها وضو حوضة إنه مارت وصاعنا هي جدها أبو حوضة halkaasna jaziisu uu noqdo in laga dhigo hunqaadiisa ama wixii kale ka iimaanahay malab wixii adduunka la cunahay wixii ugu macaana waxa smuxu ku heelay oo muwaafaqada ki kale hadda waa arkay taqsi kale meeshii bakhti iyo qurun uu ka jiro ayuu ku wareegtaa marka muwaafaqadu waxay leedahay faa'iidadaas يكوي إسوافق الله نقديه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توح كارو لقى هذا بقى ماشي كمان موضوع محيلي دتك علماء ده هواي هذا لين أنت يكو هذا لين بقى نقول فلما خير الكلام ما قل له ودل بلي كلام وحافي عن وح ير مقصود كأم بافي عن مقصود كويك هذا لين قيس بين ماشي كفرنا قيس كان كفرنا أنا قيس كلو يقين ويه الدينك إن إسك إلى ليان وما أتاكم الرسول إنك عمل فلان مسلمين تطلب على جربا وحي النهي إن إسك تكان شرفت هذا إلى شدان أي على جربا موافقة علماء هذا الشن إلى ليان تاريخ دار وحيليهن علماء أو هذا موضع عن هذا أي نتشونه أنا لو ببيح كريمي أنسى أن جعل حلي واسع أنا وقت أنا لقبته يا قرضا ما ملك محل ما أنها والد عينه صو شيخ ود عيبه ينود عينه إن أكون ضد أهل الدين يناه أنا همين كده أرتدي إني بان تشوجين لكن ويل يرى لوت كي يقيمد أم بواحد تصي ضد اللي يراه يربط بوديا وما يعابي أدب أنت عجوي وهيك مصدر أنت ميسباري شاكي مصدر أنت ميسباري وما يعابي تاسونه تروح على نسي يا وما هو زبك هلا صعتها إنه ضدك وحلو بهي الشيطان كحلو بهي حلو بهي ناي ضدك شيطان كإنسي جني بوليه ضد شياطينا أو ضدك لقيب قال شياطين تاع واسح دمالي هلا قيب من أني رض وشياطين المقتة ضد سوى ضمير ما مرايو لكن اللي يرتاح دروا أيام يشوف جرت ضد علماء قاب تاريخ الأربعين النهائي الحمد لله وحكروا هذا أنو كسي هذا وهذا ما قرنا يو موافقة أن كود دلالو قرابة هذا موافقة كود دلاشو حديث كأول قرنا إنسان روح قرابة حليلية جنة إنه تجاهية روح قرابة جوية إنه يهرب النار يهي كل وضع قرنا إنسان تذكر هذا سوى دورين ده هو كوس كتير هو علمه يا مركب واحد لقى واحد يوم ملهي لكن تأكيد ويه إلى أن كيا موافقة إلى رينو حقة تعلينتها مركب واحد بالدين تي أصل كأنه آهين أينو كنا قلنا وادو إذا أنا مكحنا أنجوي وحنا كوري أضياشة محكوري وحنا ملاين علماء يعني خرق يدعو على سنتي سد مساجد كتيرين مساجد سد كتير وحنا سري هي تعليم الدين سد كتيرين إن العلماء يعني على سنتي ما هو ملاين وأنا أتابعه لما يهو تعليم الدين يدب هلاو نقضه نكي مادة لقانه مادة قالوا بهاي لكن ملك الدين تلاقوه قبصه دب هلاو نقضه حلبان هذا علماء هذا لأن يرد كل waa in salaama ya marka salaanka dib anaga waxaanay ragii oo arinta waday markii hore oo waxa hagaajinay dhalinyaradii dadka kamid baanaa hadii ay wax naga halaaweena raali gelin baan aan ka bixineyna marka Nairobi dadka ka shaqeynayaanaa oo arinta waday gudoomiyeena anaga kulli arinta marka saas ma u hagaajineyne marka waxaan rabnaa hadda midnimada iyo muwaafaqnimada oo dadka inaan mideyno marka meeshaan hadana xildhibaan kamid xildhibaanada sheekaasha ayaa wuxuu dhahay salaanha liiga gaarsiiyo meesha xildhibaan maxamuud axmed baafa inuu ka soo qayb galo rabay aad iyo aad laakiin way u saamixay weysay marka wuxuu dhahay salaanha liiga gaarsiiyo saas baa jirta maalin hore marka meeshii asaga hoteelki u deganaay wax ka dhacay moogi arintan shirka inuu ka soo qayb gal aad iyo aad ayuu u baahnaa marka saas baa jirta meeshan horta wax laga hadlo ba joogan mashaaxiinta ayaa ka hadashay siyaasiyiintan waa u dambaysaa marka anaka waa wax noola soo joojiyay hadda maba naqaanaba bal saada waa lay waa asaas baan ku ixtiraamaa dadka culimada meesha ka hadashay midnimay ka hadashay midnimadana waa diinta diinta hadda ku dhaganahay midnimadayna meeshaas ay ku xiran tahay magaca sheekal hadaanan waxaan u maleynaa midnimada aad arkaysaan oo kala daasan diinta yaa la layacay maadiga yaa loo batay firqa firqa loo batay dadka dadka diinka soo gaarsiiyay waa la yaqaana waa culimada horo waxayna ka hadlina ma jirto waxayna dadka barina ma jirto intaas horta aga baxa culimada hadalka ay ku hadashay siyaasiyiinta meesha fadhido
مركو رئيس وحان لي هاي الله إذن نبديله واحد قبطان أو طلقة قبطان إلهي درتي سعيد كأهاتو إذا كان واقول ليبان إنسان وحالي ري ننسى دقت يبايو أو ننتي لما أركن لكن والله أركاي قف صلاة خجرته أو ركوسا أم بسجوسا أم باعتدالسا سياسيين توحالي هاي مدارستا مساجد دا إعلاشا دادك تباليسا dadka maareeyta shaqada aan haysano dhalinyarada ah dadka aqoonta la soo baray oo jaamacinta ah in il gaar ah ay ku fiirshaan alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka baadi sida arab loo sheegay dewaasi taakiide waxaan oran lahaa waxa ciziga akhriyad ma lagu helayo afar qodob meel kastoon joogno muwaafaqayn aan ku dadaalo laba diinta inaanu qabsano barashi iyo kamal falba saddex wuxuu amri la sheegay meel kastoon joogno culimada aan ku xirnaano afar khaliqa naasi bi khulqin hasan dadkana muamalowana inaan kula dhaqanno hadii aan xagga raaso ka warbixiyo sir waxa dhacay sir culimo oo waqtigii la yiraahdo manay laba sano in hadda laga joogo oo waqtigii la yiri 70 sano dadaalkii la soo waday buu sirkan maanta ku dhacay yaa jiray sirka risaala laga soo saaray waxay risaalaasi ku saabsanay iqaamatu diinka oo laba qodob una cilmiga waxbarashada iyo tadbiiq oo lagu amal falo waxyaabaasi gaar loo taabtay arkaan islaamka kamid ahaa meel kasta oo la degan yahay oo laga guureynin in loo sameeyo mudarriskii iyo macallimkii meesha wax lagu baranayo masjidkii dhammaan in xagga salaada dhaxalka nikaax oo la waafajiyo waxyaaba badan baa laga dhaqangeliyey hadda kolka aan weydiiyey culimadii barwarhama xagga waxa noo marayaa waxay yidhaahdeen mar haddii dumarkii hooyooyinkii kuwii suuqa joogay xaafadaha joogay iyagii ay muxaadareynayaan oo ajandaha iyagu intay mawduuca soo qortaan iyagu ay isu muxaadareynayaan halkaasi maraysa mawduuc ay ka hadleen hadda wuxuu ahaa tagayiirka jidhka ee la bedelayo iyo ka hadleen iyagu keligooda waxaana jirtay hadda aqalka gudihiisa hooyada iyo aabbaha iyo wiilka gabadhuba waa uu ku beryo waxbarasho in loo dhaqaaqay weliba qur-aanka halkaas waxaan marayaa aan ku deeno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaahi ilaaha mahadis ka leh ammaan oo dhanna ilaahay usugnaatay tabaaraka watacaala wadaalika jamacan jamacaadu kheyr badan waayo ilaahay agtiisna wuxuu ka yahay seef lianna xadiidka nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi qolo ma kulanto hadday u kulmaan ilaahay dartiis qiyaamaha waxaa la kulunsiinayaa dadka dhan markay rafaadsan yihiin meel gooni ah waxaa la leeyahay dadkan iyay yihiin waxaa la leeyahay ilaahay oo dartaaday u kulmeen dartaaday isugu imaadeen dartaaday isku jeclaadeen dartaaday macnaha u kala tageen wadaalika ilaahay wuxuu leeyahay bicizatii wa jalaalii wartafaca makaanii waxaan ku dhaartay weynkeyga iyo jalaalkeyga wuxuu leeyahay waxaan idin markhaati gelinaa malaa'igta annii khad ushiidukum khad ghafartu lahum wuxuu leeyahy waxaan idinku markhaati gelinayaa inaan u dhaafay dembigooda midda ku bishaara وثانيا مركان ماشي كتكلت يعني كل جينا إلهي تبارك وتعالى فضيقان هدي الوحرو معنى تصبيح ذا الوحرو جلسة ده إلهي تبارك وتعالى دمجين وضافها يا مدى كوهاد وحا ماشان لسوقي ما دو حيتهي سيريان هرو وسعان لهن ولالتني مدين وحوجين لهن النبي عليه الصلاة والسلام مركو مكة جوغي وحوصو درني اللي يرادو مصعب بن عمير وانا اندالا يرو دين تمو باهنا معناها اوضي مو بانا نير وحب أنت عاقل عقلي له وعقلي جز وحقه جامنك مصعب بن عمير وحب هذه مدينة سفير وها نبي ورسالة قادمة شو جاري وذلك وحول كل مي نك دتك وتلين جري سعد بن معاذ سعد بن عباد وذلك وحول شيء رسالة ذي وحول هاني دتك أنا كده بيجرين وذلك مركو قاتل رسالة ذا وحول دي جري
ورقون كيجيو أنا جي صورة لأنه جاميها حضوت توصنا ذو تتكلم ويتوصلنا إلهي تبارك وتعالى وحكير نوموس عليه الصلاة والسلام خالقت أجيبت دعوتكما فاستخيما دعوة ذين وأذنك أقبله توصنا ذا وذلك سعد بن معاذ مركو جيريونا وحوها نينك تجي سعد بن معاذ وحوها مركو جيريونا وحوها نينك تجي معناها دحل هذا القيرة بدن ومعقولة عرشك إلها قلقلمي محو قلقلمي لحالكو دافئ دادكو مديه رير مدينة إلا هذا وحيهن داد بركيسا أو خير له أو كرام له إلا هذا سببت وحيكو قارين مسعد بن عمر أمير كي ماشي هي إسلامي دادك دانو مديه وذلك أنا قانا وحاسو دردار مينا علوم دينا دادك أومان تان لينا الدولة دكو جيران نهو قامينا يو لان يردين دادك عاقل كأه دادك هنا أو واحد قرانا يو إنا أسقوض منا غنى وموافق نغنى إلهي تبارك وتعالى وعنا لسينا يا دحل أندمانين ولقي سجردون أبدو الآبات ماشنا إلهي أنو توسي دات توصلنا إلهي نغدقو جلسة دانا إلهي يوسكا ديجن جلسة أو قداشة بربورتو ولقي سيدان إنا أسقو إمانو ولقي سيدان أتوصلنا إلهي نانا يقبلو هنا نغا أجيو بالله توفيق والله على عاولو حان هرفا ليا علما ديني وحان قدر صن لها وأنا دي كبر لها موافقة أنا وحي كجرتها حاجة دينة إسلامك علماء مدايسان أو دينة نقوه قامي سهدان هلنا وحان دريما يأينا مغلي لهين تيمكا دالنيرا دا تيمكا سياسيين تا تيمكا قناعصتا دا أيو ضياشا لكن علماء ديني ولما هايو سيب بادان أو رير كان حدا نيرو بسيدة أنكو جوغنو علمنا هر صعطة أما متي ماذا يعني أما هوله يعني كسوق يبقلي سماهينه مركب علمه وحدي ده لها مقالة واد بوحدان غير كان مقالة وكبدين هاي لأن يرد وايدين سو أباب الكواصوص مينا مركب أدين كعلماء هان وحان ده لها هذا مركب عن حقنا عن أصوات سنو أدين كهجا منتي أنا ذي دي بنو وحي مركب عزمة قناة dambi dhalinyarada oo naga dhacayna hadda waa basaliga nabiga maanta lagu dhaqay sax een sheekeyna sheegay qeyra la siiyo laakiin waxa idii dhigi lahaa culimada muwafaqada xaqqa culimada ay ka timadaa culimada hanas maxaytadeen sibad inaan keenna codsan lahaa waan idoo salaam aya tulkayga dhamaantiin gabar yar oo iska hadal badan ahay iga raali ahaado hadaan wax qalday anigu waaxdi uma istaagin laakiin waxaan rabaa inaan dhaho هل يسوي يمدوا من نمو غير كين لم يديو من نماذا نكو حاكا قضية دينا دين كبرة رجيو قضية دا سوء خاصة مشايخ دا شرف تلالكم فريا شعب دحكين يا شي محمد فنح يا رجل لم يدكا انه لفت يدو حالنا هاي طريقة عصب الرئيس صابيرتي وأنا نعترفتان فيركو فلكسي بولبو النقضي هول دفاش يونك يهوري وحبادن بأسكا بدلي ورئيسكو طريقوين فربادن بيا الشي أنه طريقة نهي شيخ نوالي نهي مقالة نوادي كغير لاندي ريسان سورون تيما inta si wa wahabiyan la dhahanu geed kuma gambanno ka anaga yiri ka anaga way laakiin sidaas ay tahay odayaasha iyo dariiqadii hore anagu ardaydii wax ka soo baratay waana sheekh ibn labooni iyo ardaydii shaad qadir waan ixtiraamsanahay waan ixtiraamaya laakiin muwafaqadu waxay ka iimaaneysa حسن الشيخ فهو حيولي صوماليه الشيسة ودنيا اللي هي الشيسة علماء الشيخ خالده هي الشيسة وصوماليه اللي هي الشيسة ربنا سورو طيبا إنه إنه هي الشيسة سلقينا قادة تصبيح دوما دين الله وقالنا هاي هاوشا نذن وإن القيب كان نغتاري دي كنا لا لا ما حد للسياسيين وحلا لها اللي يكالي علماء والله بهاي هاي آد بالله بهاي علماء إن بدن لا لها دلو way dadka dowrki ay lahaayeen sidoo ah u soo celiyaan jazaakumullahu khayran
دور شيئاً أرن لها قلة سياسيين تا. مدور رئيس وحوي أرتيلها هي دمكو كالميو شقة علوس أذهيسان أرين والذي دمكو دعائي مر لوان والذي دم دعائي نا مر والذي دم دعائي لوا هير بدكو جوكتان هير كده حي وأستاذ محمد متليو يجود هانتي نبا مد كوبات ومد نمو إن هذه دينكم مد نقطان وأدناها جود يكوى جاركة لبذا بكشة قيسان دناها جود وحنو لجي ذا سومالي ذا جود كوى جاركة أنا ريركة وأيسان أرنتي سمرنا كبحينين مد جود أنا كبحين وحنقنا هاي ومدن سومالي ذو مسلمين لغة دستورك سيدا أن ملاينا يو أسلك أو أن دتك وحلقو براي وصومالي عربي إنجليشك وصدحات حدنا وحا هايستا لغة إنجليزية لنبوانا وحا سواس سعودة حدان هوري لغة شقينين عرور يوالد كودو نساف قرنين ماشاس وحا يوبا هانتا هاي قولها ونقال جوغو أستاذ محمد أرنتا هينيكا شقيان وزارة التعليم تهدى وحا جوغا نين قرابة ده أرنت أسأل هاللغة فيرسة ده مستقبل كسواسع ده وحقوق أجيهاي بلشادو إنيكا قورتي لغة عربية لغة عربية نوا الدين تأسل كذي الدين لغة فقادو وحايمان هيسا إن أي دعضو هو إيو المهدو نساف قرنين لبا دفاع الدين ته وحينو شاقان إنا إنا نهاي أمة دعوين إنا هاين عن صومالي ده دعوة سيو قرسيني وحاد دعضه وبرلمان كمان لو إذا قدوا ذي يدكتهين أخلاق حما قانون كسابسا دفاع ويبان تاي دينتو أذين كان صومالي ذو كل دين تأسب لأيو تاي لكن وحالا وذا آمن سيهي إنا نهين روادي داتك سوغار سيهي دينتا ميدا كالو أنا يدان الربين أناد هوستا أغاح ريقا وحاوية وحدة الدولة دولة لحي أو حوق له وحوص عدا ودن كو إنو كالداتو aad buu halis ugu jira in aad noqotaan ruwaada ku dadaalaya midnimadii dawladdi Soomaaliyeed oo dawlad dhexe oo xoog la leeyo intaasii waa taguud hoos sigara bulshada aad ka dhalateen baahi badan bay qabtaan waxaan idin ka rajaynaynaa dhowr qodob inaad xoogaysaan waa tacliinta oo dad wax bartay oo qoomaan sidii loo soo saari lahaa laga shaqeeyo لما دادك وحبرتي توظيف إن لو سمعيو توظيف كوا لما قيبات شقالي من كوضا إن دولة دقا شقاليو إيا إن شق أبور لو سمعيو أو شركات إيا قناعس إيا حريد لو سمعيو وامي ديادنا تنسدح هذا ونكسو ختمة يو حوي إلا لنتا باش تقولك إلي هذا إيا دجين تيدا دادك إن لدجيو ديغان لو سمعيو ديغان دان لو شرعيو دول بلارن بيلي دين دقموين نمالي مداس يدنا إلى شقيه وهذا ما سنتين وشكرا جزيلا. تسكسوك بحربا وين أنو مهد عليا الله سبحانه وتعالى وما هاد إذل كذا يسكنا تي نون سورة قليين عن كل مكان يالنا لا يبى ما هاد تسكله مرك حكتا لأن يرد السوق مقابل سيشر كان وجيه ذا بدن له كلا دون كشقيين يبيش على ست مادو ديارين وعيد ذا كلا دون بلشد ذا سيدا دكتهين بلشدي هذا ويس بدشي أدونكي نوع يكل عصري وقاري باشان أنيقا كورسيقان كومتلو وحي ياشان فنانين با ياشان سياسين با ياشان أبوانا ياشان قربتشوك تربضن با ياشان قناع ساتي ليهين علماء الدين با ليهين تاريخ سوجرين وديري ليهين ديقان نكل الدوان با ليهين سياسين تو دا إتوبيا قار كومتلان قار كان يكو متلان qaar Soomaaliya nooc kastay kaga matalaan Djibouti la hargeysa meel kastay joogan waad ogtiin wad ka warqabtaan intaas oo marxaladood ayay iyo in ka badan oo hadda aan soo koobi karin ay ku jiraan ciidatan laakiin dhalinyarada isu dayday ee maanta ay wajigan bilowday horena uga soo shaqeeyay wax badan waxaan leeyahay kan iyo jabinina insha Allah waa wadi doona hadii Ilaahay yiraahdo waana idin ku garab taagnaa waana mahadsantiin intaas markaan ka soo gudbo kulankan aniga qasatan faadumo ahaan wuxuu ilaahay qiimo aad u weyn miisaankiisana ma soo koobi karo saddex sano ku dhawaadaan xilka haya
waxaan dhihi karaa wuxuu ka mid yahay tiirarka ugu waaweyn ee shaqooyinka ii qabsoomay oo Ilaahay ii kasay. Markaan hoos ugu soo laabto culimada ciddan aniga aan beesha aan kursigan ku matalo waxay ku xiran yihiin si toosa culimada. Waa la og yahay, taas shaki kuma jirto, culimaday toos ugu xiran yihiin. Waxaad samaysaan maxaadarooyin aada u fara badan, waxaad tagtaan dhulka deegaamada meel kastaad ka tagtaan, waad iska warqabtaan, waad isku xiran tihiin. Waan ogaho si hoosaan culimada ula socdaa, meel kastoo aada joogtaan xiriir fiican ayaa idinka dhexeeya. Waxaa la rabaa xiriirkaas keliya inaad kor u soo qaadaan. Hadda haddaad tagto deegaamada Soomaaliya u badan oo hadda inta aniga aan ka warqaboon dhulka aan lugta ku maray, meeshaa tagta labadii tuulo ama halkii tuulo aad aragto saddex ama afar masaajidaa ku taal. Waa Ilaahay nimcooyinka uu nagu galaday weeyaan. Taasna waxaa u sabab ah mar kasto ilaa iyo burburka inta uu dhacay, dadku waxay isku abaabuleen oo isu diyaariyeen inay diinta ay safakanin, inaysan Soomaalinimada dhimanin, in maaragtay aan laga fakanin oo dadku ay isgarbiyaan oo iscaawiyaan. Maxaadarooyinkiina haddaad dib u fiiriso, waxaa kowka ah waalidkaaga haddaad rabto inaad sadaqo u bixiso oo jaariya ama ceel qod ama masaajid samee. Sidaas daraaddeed masaajidka tiradii ayuu ka batay. Marka meeshaas waxaan rabaa inaan fursadaas kaga faa'iidaysto oon culimada xasuusiyo, haddii aad maxaadaraynaysaan inaad ku dartaan dadka aan haysanin shaqada ama qoysaska aanan isku filnayn in biil loo qoro, si ay dadka bulshadu inta isu abaabulaan ajar soconaya inuu u noqdo sida maaragtay ceelasha iyo biyaha waqafka oo kaleeto, dhulal kale waqafayo kaleeto, in la siiyo reer aan tabar lahayn loo dhiso, lagu biilo, laga bixiyo markay qaan gaaraan ilmahaas la raro, haddana qolo kaloo soo kacdo agoona la deji. Noocaas inaad maaragtay maxaadarada aad markaan haatana aad ku sii jeesaan, bikas baahiyaha ugu darno reerkeena haysta ama Soomaaliya oo dhan haysta weyaan. Taas waxaan rabaa inaan maaragtay meeshaas uga faa'iidaysto. Waxaan kaloo rabaa inaan culimada uga faa'iidaysto maxaadarooyinka aada samaysaan ood iskugu wacdaan, xuduud ma kala lihdiin. Waxaa laydinka rabaa marka inaad ku dartaan maxaadarooyinka markaas samaynaysaan siyaasigii markaas idiin dhow inuu soo fariisto goobta, maxaa yeele bulshada waxay aaminsan yihiin culimada waxay sheegto inay sax yihiin. Haddii uusan siyaasiga la fadhin marka, siyaasiga hadduu hadlo waxay u malaynayaan inuu xaaraan iyo bidci iyo wax daran iyo tuuganimo iyo boob inuu ku jiray u malaynayaan. Marka inaad idinka iyo siyaasiyiintana isla qabsataan ood idinka qasabtaan u wacdaan oo tirahdaan kaalay maxaadaraan qaban rabnaa xaafadaas ama meeshaasaan maxaadara ku samayn rabnaa, imow soo fariiso, waxba lagaagama rabo. Bulshada markaas baahideeda qofka wuu ogaan karaa. Idinkana waa idin fududaanaysaa inaad dadkiini iyo isku xirtaan siyaasiyiintiin. Qofki idinka diido awood Ilaahay wuxuu idin siiyey inaad u sheegtaan bulshada oo farta ku fiiqdaan oo dhahdaan qofkaas annaga nama matalo, isagaa iskiis u shaqaysanaya. Laakiin haddii aad aamusan tihiin oo qofki siyaasiga idiin ahaana derbiga idinku dhegan uu degan yahay uusan idiin imaanin idinka warqabinin, waxaa dhici doonta maalin maalmaha ka mid ah inuu sharciga ku soo daro wax aysa diinta raali ka ahayn, sababtoo ah idinka idinlama fadhiyo, go-aankiinana kuma shaqeynayo. Si marka qofka ay ugu fududaato inuu helo garbo uu ku shaqeeyo, waa inaa idinka u wacdaan, sababtoo ah hooyada iyo aabbaha markasta waad aragteen ilmaha waalidka u tihiin waa wacdiin, waxaad dhahdiin waad qaldan tahay, waxaasa samaynaysaa sax maahan, aniga ima matashi, afar faataxaan kuu maraa haddii aad waxaa samayn weys. Waxaynaad siyaasigiinaad tiraahdaan afar faataxa idiin marayna haddii aad shaqadeena qaban weysaan. Marka waxaan dhihi lahaa intaas waxa weeyaan culimada inaan maadaama ay shaqo badan hayaan aan xasuusiyo. Hadaaya waxaa ka dhawaajiseen inaan waxyar faahfaahin ka sameyno, maxaa noo qabsoomay, xageen u soconaa, maxaase aan isleenahay amase reerkan maxaan uga baahannaa. Wixii noo qabsoomay iyo waxaan sameyn intaan u gelin, waxaan uga baahannahay reerkan inay nala shaqeeyaan. Baahida aan soo aragnay ama dadka centrala u nahay way noo soo cabtaan, dadku way yimaadaan. Dowladda waxay hayso ama gaalada waxay dadkan ugu deeqdo kuma dharjin kartid dadka. Laakiin bulshada iyagaad isku dharjin kartaa ood isku quudin kartaa, isku tusi kartaa. Waxaa laga yaabaa maanta inaan meel looga baahnaa biyo in laga sameeyo oo on laga sameeyo inaan raashin u keentiina laga yaabaa beertina u soo go'day. Marka qofka siyaasiga waxaa us fududaanaysa inuu idin dhaho maantay tuulo hebel oona ka jiree bal isugu tago oo ceel ka qodaa, maalin kale inuu idin dhaho isbitaala loo baahan yahoon raadinayaayo hay-adaha iyo meelaha u gargaraacayaay ha layla qaado, amni baa jirin dadka ha la ila heshiisiiyo, qabaa-illadu way isdirdiriraan.
shaqada soo kaleeto waana la qaban kartaan taas waa baahida anaga aan qabno oo rabno inaad garbahayaga ku soo istaajisan si ay u timaado Soomaaliya qurux badan markaan intaas ka soo gudbo aniga ahaantayda adaye waad naga codsateen waxa sidaan u xurmay iyo sidaan nahay iyo wixii noo qabsomay aniga ahaantayda waxaan ahay xildhibaan kuma tala maamul goboleedka galmudug kursi kuraasta kamid aanahay shan ayaanahay xildhibaanadeena galmudug iyo saddex wasiir ayaanahay intaas markii laga soo tago aniga waxaan ku jiraa dadkii u tartamay saddexda qof ee u tartantay inay beelaha 19 ee ka badan la dhahay galmudug degan inay hoggaamiyaan oo baarlamaanka 89 ka qof hoggaamiye u noqdaan sidaas daraadeed waxaan ku tartanay gudoomiye nil gudoomiye ah maxamed nuur gacal doctor maxamed nuur gacal gudoomiye ku xigeen oo abdullahi leeyraado iyo aniga oo gudoomiye ku xigeen ka labaad ah faadumo faande sidaas ayaan waxaan ku nahay saddex gudoonka baarlamaanka soo inagu waxa ka shaqeynaa sidii aan dhibaatada iyo culayska bulshada ka timaado afgarad ugu sameyn lahayn sharciye ay isku gartaan oo ay ku heshiisiin kadibna u waafajino diinta islaamka waxaan la taliyay culimo waxaan haysanaa looyaro markastana ku dhawaad 19 sharci ayaan hadda ka shaqeynay intaan xilka haynay mid aysan hoos kaga qornayn wixii kitaabka quraanka ka soo horjeeda ma jirto ma anfacayo mana ahan wax jira ma ahan ma jiro sharci aan kitaabka hoos uga qornayn inuu kitaabka waafaqsan yahay sharcigaas ma jiro iyo dastuurka qaranka midda kale waxaa jira madaxweyne axmed kaariye qorqor iyo madaxweyne ku-xigeenka cali ciid intaas ayaan nahay shanteenaas aan nahay isu duubni ayaan ku shaqeynayna saddexda sano oo lasoo dhaafay wax badan waynoo qabsoomeen wax badanna waynoo dhiman yihiin wax badanna waxaan u qorsheynay annagoo maqan in laga shaqeeyo haddii aanan xilka ku soo laaban saddexdaas weji ayaan u shaqeynaa si guud waa sidaas laakiin si gaara markaan u soo laabto aniga kafaadumo ahaan markii aan ku soo biiray golaha xildhibaanada ajandayaal tiro badan baan lahaa oo ilaa ila cuskanayeen oo ila meel mariyo qaar way hagaageen qaarna weli jidkay ku jiraan way socdaan waxaa igu muhiimsanaa inay hesho dadka meelaha fog degan ee deegaan la-aanta ah ee dowladdii hore xataa aysan gaarin ee dowladahan aysan gaarinin inay helaan aqoonsi degmadeed si markaas iskuulaadkii caafimaadkii waxbarashadii diintii si maaragtay si degdega wixii galmudug u yimaado qaybtooda si ay u helaan way noo qorsheysan tahay ka badan 12 tuulaa hadda miiska noo saaran inaan ka shaqeyno markii laga soo tago qof kasta wuxuu jecel yahay dadka uu matalo inay ugu qurux badnaadaan dadka uguna fiicnaadaan waxaan ilaahay ugu shukriyaa dadka aniga aan ka soo jeedo dad dhib badan ma ahan waana culimo beelaha ay la degan yihiin kulligood heshiisay leeyihiin waa ilaahay mahadiis waa nimcooyinka ilaahay uu nagu galaday waaye ma haysano dad moryaana mase maaragtay dad oo hub haysta oo meel ku xiran oo la ilaaliyo ma lihiin annaga alxamdulilah waxaa buuxa dad badan oo aqoon yahaniina waxay helaan fursado shaqo sidaas ayayna maaragtay galmudug waxay qabto ula qabaan waa nimcooyinka kale ee aan haysano aniga ahaantayda waxaan kusoo kordhiyay kursigan aan hadda ku fadhiyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug beeshayda weligeed hore ugumay fariisan waa markii ugu horreysay ay ku fariistaan degmooyinka waa noo qorsheysan yihiin qorshehay noogu jiraan inay bataan bar aqoonsigaas waxaa kaloo noo qorsheysan inay si nabada oo cizo leh oo nidaamsan oo dowliya inay kula noolaadaan dadka ay dariska leeyihiin ama ay wax ku darsadeen ee galmudug intaas markii laga soo tago federaalka laftirkiisa inaan xiriir fiican la samaysano lana shaqeyno haddii ilaa yiraahdo waxyaabaha aan ku faraxsanaa waxay tahay deegaanka kursigayga aniga uu yaalo horey umay tegi jirinin qaramada midoobe intooda badan wax yar maahane laakiin maantay looma tilmaamaya anoo jooga anoo maqan ama dhintay ama nool meeshaas waxay noqotay qoondo ka mida galmudug in si toosa loogu tago gargaar soomaaliya hadday bixinayso ay qeyb ka ahaadaan oo la aqoonsado oo maanta way muuqdaan waa nimcooyinka aan haysano alxamdulilah
warka waa idinku badiyay maanta dhanaa fadhideen waa idinka raali gelinayaa intaan inka badanahayaa laakiin waxaan ku farxay oon galabtii wax walboon hayay aan faraha uga qaaday markii la yiri maxaa la yiraa culimadii waa la heli karaa fadhigoodi waa suurtagal maxaa yeelay annaga waxaanahay siyaasiyiin dad badan baa indhaha nagu haya dhaqdhaqaaqeena iyo sida u soconeena iyo meelahaan tegeyno dhallinyaro tiro badan oo qurba jooga oo aan luuqadaha dhan aqoonin oon carabiga aqoonin oon af soomaaliga aqoonin kudbi ingiriiska xataa aanan si fiican aqoonin oo luuqado kale ku hadlaa nagu xiran nagu taxan noona yaqaan ina annaga nahay beeshooda dadka ku matalaa meeshaas marka haddii ay arkaan hal weji keliya bulshada ka arkaan waxay u malaynayaan dhinaci kaleona lagu sheegi jirin inuu baaba'ay si marka taas loogu gudbo oo loogu sheego bulshada inay nooc badan tahay culimmadii weli joogaan annaga xiriir la leenahay waa ku faraxsannahay kulankan inuu dhaco markasta annaga meel walbo aan tagno ilaahay waxaan ka barinaya inuu tawfiiqdana waafajiyo idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad faatixada noo martaan ilaahay inuu nala garab galo dadka aan u shaqaynaynana irsaaqadooda xalaal ah ilaahay inuu siiyo sidaasaan idinka baryaa waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu xildhi baan kusoo dhowo culimmada qaybahooda kala gadisan culimmada reer nairobi iyo culimmada safar ku yimid iyo cid kastoo magac culimmada wadataba salaam weyn baan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa siyaasiyiinta ugu horeyso walaasheen gabadheena faadimo faandho guddoomiye ku-xigeenka golaha galmudug baarlamaanka galmudug run ahaantii marka ugu horeysa waxaan ka mahadcelinaynaa aan u mahadcelinaynaa jaaliyadda reer nairobi oo soo qabanqaabiyey shirweynahan isdaba socday maalmihii aan soo dhaafna laga bilaabay xafladii koowaad oo weyneyd oon filaya intiina inaad wada joogteen ama intiina badan aad wada joogteen guddigaasi marka shaqada ay qabteen runtii waxaa la oran karaa waa shaqo taariikhi ah intaas la isu keenaan annaga iyagaana marti qaaday iyagaa noo yeeray weliba markii shirku bilaabmay anigu waxaan joogay waddanka la yidhahda beyruut lubnaan baan joogay magaalo madaxdiisa beyruut oo aan shiru joogay farada badan soomaaliya ka timid iyo xubno kale dada mareykan iyo yurub ka yimid marka dadka intaas in la isu keeno oo isbartaan oo isdhexgal sameeyaan run ahaantii waxaa la dhihi karaa waa shaqo aada u ballaaran weyaan oo ay jaaliyadda nairobi si guud ay u qabatay si gaar ahaan ahaan ay u qabtay guddiga jaaliyadda madaxda ka ah oo aa dad dhallinyaro aqooyaheeda waxaana soo dhaweynaya guddigaas in la taageero oo si walba loo taageero fikirna lagu taageero dhaqaalena lagu taageero talana lagu taageero intaas haddaan kaga baxo jaaliyadda waxyaabaha ku saabsan culimmada iyo intaad hadlayseen dowrka culimmada ay leedahay cidna looguma sheekeynayo dadku dad culimmo a weyaan waa dad islaamo culimmadu inay yihiin shaqada ay hayaan shaqadii ambiyada inay hayaan alxalaal walxaraam alqiyam alislaamiya wax kastoo wanaaga oo dadku bulshada ay ku nooshahay idinka iyo culimmada idin lamidka ayaa haya marka qof naftiisii u hibeeyey inuu islaamku u shaqeeyo qof ka fadli badan ma jirto marka culimmada lafteeda shaqada ahaan shaqa la qiyaasi kara maaha saas daraaddeed culimmada la-aanteedna de adduunkan alxalaal walxaraam annahy walmacruuf alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar iyo wax kastoo la xiriira dee culimmada ay noo haysaa iyo wax kastoo wanaaga intaba saas daraaddeed inagu maadaama inu nahay reer culimmo ah oo kasoo jeeda markaan culimmo leenahay ma faanayno waa wax ilaahay uu bixiyey waa wax ilaahay uu keenay oo fadli ah reerkani reer barakaysan waaye dadkii sii hore ee dhintay ee culimmada haddad waxay ahayn macruufu inay diinta faafiyaan oo ay macruufka fidiyaan oo meel kasta iyo guri kasta iyo geed kasta oo soomaaliya la tago waxaa taala saameyntoodii iyo qur-aankay dhigayeen iyo culimmada ay diinta baryeen marka fadli ilaahay uu bixiyey iyo raxmad ilaahay u bixiyey ayaa dee abaalkaas lagu helay saas daraaddeed marka inaan wanaaggii sii wadno oo wax laga maarmaan weya culimmada marka maadaama ay yihiin indhaha dadka lameynta bulshada ay yihiin in la abaabulo oo ay kulamo iyagu isu yimaadaan oo kulankan caawa uu noqdo gogol fidsan oo xiliyo kale looga faa'iidaysto oo lagu horumariyo oo la isku kaashado inay noqoto muhiim waay waayo culimmada waxay u bahan yihiin taageeray u bahan yihiin mid dhaqaale u bahan yihiin mid hawl fududeynba u bahan yihiin masaajid in loo dhisa u bahan yihiin in la fariisi u bahan dadka ay diinta baraan marka annagu siyaasaddan ka shaqaynaa marka la fiiriyo dadka meesha jooga oo soomaalida dadkeennu way ka duwan yihiin say sheegtay walaashan faadumo mooryaan ma lihin dad isbaaro u taalla ma lihin dad waxaa nahay wada labisan oo qurqurux badan oo dhallinyaro ah oo kulli wad culimmo ah oo qof walba u garanhayo xaaraanta iyo xalaasha kala garanhayo oo degan baa nahay taasi marka fadli weeyaan dadka qaar ba waxay jeclaan lahaayeen in mooryaan soo fakato intaan qoryaha qaadano aan dagaalo waaweyn galno oo aan deegaamo dhan aan dhibaato ka abuurno taa waxaa ka fiican inagu isbeddelka aan ku keenno
isbedel caafimaad qaba isbedel raxmad wata dadka oo dib ahaan meel lagu sameeyo oo dib ahaan tahiil lagu sameeyo oo dib loo abaabulo marka culimada iyo dhamaan dadka ka soo qayb galay hawshan annagu waxaan ka soconaa gudaha Soomaaliya waxaan nahay siyaasadda Soomaaliya ayaanu ku jirnaa heerkeeda kala gadisan ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed waa isku mid oo wax isku xiran oo isku duruuf waaye annagu inaan marka shaqeyno oo markii aan xalka doonayno waxa dhici karta intiinan markay Faadumo aadaysay galmudug oo ay soo qaaday baarlamaanka ama ay soo qaaday xil ku xigeenta intiinan waxa dhici karta qofna inaan tan laga weydiinin ama wax taageero idan ku lahayn Faadumo way tagtay guul fiican bay ka soo hoysay inay tagto galmudug oo ay xildhibaan noqoto kow haddana ay noqoto madax ka noqoto baarlamaanka wax fiican waay anigu markaan kismaayo tagayay intiina waxa dhici karta inaan aynaan is ogeyn laakiin un dadka siyaasadda danaya markii un liyaha soo baxay la yidhi in la dhowo maxamed nadiif soo baxay qaarkood un wax badan laakiin markii xilka la soo qaado xilkaasi dadka magacooda lagu soo qaadaa qofku waxaa laga rabaa wixii uu soo qaado inuu si macquul u guto siyaasadda hadda waxaan dhegeysanayay xafladii la qabanayay markaad ka shaqeynaysa siyaasad waad ka duwan tahay markaad xafladaada joogto waxaad la tacaamulaysaa khalq aad u fara badan oo kala duwan oo kala midaba oo kala diin ah oo aan shaqo isku lahayn waxyaabaha markaa shaqeynaysa hadalka Cabdullaahi uu sheegay Cabdullaahi Yuusuf oo dardaaranka iyo isugu jiray dhiirigelinta labadaba iyo ray ka horreeyaba siyaasad baad ka shaqeynaysaa waxaa ku soo maray waxyaaba aadan ka gudbi karin waxaa jira waxay dhahaan baabuurta saarc itijaah waaxid af carabi lagu yaqaan ama jidka wan weyga oo aadan inaad hor u socoto mooyaane aadan dib u noqon karin ama aadan leexan karin marka annaga marar fara badan oo aan ku jirno siyaasadda waana loo cudurdaaraya saqadaad baa jira zalaad baa jira wax fara badan baa yaro fakanaya laakiin waxaas inta badan adoo wanaag ka dhex shaqeynaya baa waxba dhexda ku istaagaya marka in fara badan oo ka mid ah dunuubta waaweyn oo kabaa'irta oo waaweyn unbaa khatar ah laakiin waxyaabaha kale oo yareerka saqadaadka ama salaadu dhaafayso ama sadaqadu dhaafayso waxa dhici karaysa in fara badan in laiskaga dhadhaco iyadoo lagu talagalay laakiin ay ku aad qasab ku noqoto anagu haddii aan siyaasadda ka shaqeynayno marka maxaan idinku matalaa maxaana laga rabaa waxyaabaha naga rabo waxaa ka mid ah meeshaa Soomaalidu ku tashanayso inaan taladii goobjoog ka noqono oo anagu aan xogtii meeshaas lagu qaato aan idin soo sheegno ama sidanoo kale aan idinku sheegno shirar ama aan idinku sheegno aan idin soo marino fariimaha whatsappka ama aan TV ka hadalno inaan nato goobjoog ahaadno qof aan joogo meesha lagu talinayo oon talada qayb ka ahayn in badan oo ka mid ah waa qof iska marti ah horta xogta inaan idinkeen waana laga rabaa waxaa laga rabaa waxyaabaha ku saabsan adeega bulshada oo ugu horeyso tacliintu inaanu ka shaqeyno tacliinta dhowr qaybood waaye mid waa iskuulo la dhigo oo gudaha waddanka lagu dhigo oo la dhiso iyo macalimiin loo diyaar gareeyo midna waxa weeyaan ilmo yaryar oo agoon iyo qoysas aan dayar ay leeyihiin oo lacagaha laga bixiyo oo lagu dhiirigeliyo oo hooyooyinkii intii loo tago dadka masaakiinta ah la yidhaahdo ilmahaasaan ka bixinaynaa waana sameynaa wixii awoodeena waan sameynaa midna waa minax daraasiya ama waxbarashada dibadda oo loo dirayo arda jaamacadda dibadda loo dirayo taasna fursado aad markasta way jiraan hase ahaatee fursadahaas jira waxa aada u dhib badan in la ardayga la diyaar garayntiisa ardayga dokumentigiisa waraaqihiisa baasaboorkiisa shahaadadiisa helitaankiisa wacyigiisa ayaa waxaa laga mariyaa culays aada u fara badan saas daraaddeed marka inaan tacliinta ka shaqeynana waxyaabaha uu noogu jirto awlowiyaadka waxaan qiyaasaynaa xilligan hadda aan jirno markii la gaaro waxaan ka yareen 100 arday oo aan dibadda u diranay oo aanu jaamacada ka soo saarnay inaan soo baxno waa mid ka mid a qorshayaasheena uu yaraan 100-kaas arday waxaa rabi in la kala geeyo takhasusaad kala gadisan ama culuumta islaamka ha noqoto ama ha noqoto culuumta kale ha noqoto oo sida kuliyadaha caafimaadka kuliyadaha beeraha kuliyadaha saydalada xanaanada xoolaha diyaaradaha iyo shariica walqaanuun tarbiya culum alqur'aan qolo waliba waxay leedahay marka ardaygu wuxuu xiseeyo ayuu leeyahay arda kasta waxaa loo dalbana waxaan ku codsanaa inuu keeno khiyaaraad koo maxaad rabtaa 2-3 sidaasoo kaleeto tacliinta inaad xoojin noqoshaa ku jirta waana bilowna dabcan hoodo waan wada hadda lafteeda hawsheeda waxyaabaha kale oo qorshe annaga noogu jirta waxaa ka mid tahay waxaa la dhaho deegaameyn deegaameyntaas reerku marka la fiiriyo Soomaaliya inta aan degannahay qabiil Soomaali oo dega ma jirto kasoo bilow geeska Afrika oo dhan
هذا كينيا دكان يجودنا عاوة كينيا باشا وحكمتها بيالها الدقانكا رسمها اللي يقانو الدقانكا سوماليا جيس والبنا وان دكان وحكمتها بيالها الدقان جيبوتي وان دكان سودو قلتون رسمي كان نحي إثيوبيا ولا مت حتى أي السودان أنا السودان ما أنتي حتى السودان نال كم إذا طلع إنه أسلين هذا كان سأصدر هذا الحكولة جت إن قربها سحب دافع نوفا في صنح بس أنت أسلة وينان تزلة وحنود لأن هاي عمل يو إن عمل بعنا يو إن عمل مركي الله سمع قليال يكلمه ووين الله سمع برلمان بس لا ده أما جورت بالعرن أو سؤال أنتي الله سمع يو صارت كيف حال مرشد أو دناها بس كشقيسة لين عونا جا ولا جا مرمان وين مركي إن دجا ما سمعنا أنا وحن صومري حلبان حل هران حلبان مر صومري حل يدا سيدا وحن سمينا تقريبا إلى أفر دقمو أيانو حل يدا كسوق عادني دورة دلحة ويكو جرتو دقمو دا كحد يكو جرتو ويدا الحد بركة وذيل كشو سفعا وقبل كبنادر حمر بكاد سنتها لكن دقمو ينك باشو يقول حو كبنادر بيكو جرتا ويكو جرتو دقمو دا الحرم كايكو جرتو وهو كو جرتو يدنو دا أفر تاس دقمو أيانو حل يس حلبان دا مركز جوغي ده ده الفرق بدل ما نسوس من حلي كمال جارك ها حلي جدورة دي أو بقات الوصول الصي يتيش شريف أنت ما وانا مركز ده حلي شريف الو جلست إلى سياح هذا ده ذلك هو صعدة أو هذا أبرو أو أي قدومية فاضمة أي كشة قيسة يتيم كده أي هذا وصهر بحذي أفرو قمك اللي هي ده تكو الصومالي ولا وده دقة أو ولا وده اللي هي ما راح لدقية هسا هتعد مركز أما أوي ربضا أما وصهر ليس مركا تاس أوارس كوكا لو يسوس عضان إذا نركب دجمين تاس كشقيان وحلا حيابها لقى مارمان كاوين ما لو حاجرت عن إسبتال لحين صار هنا كنا دجمين كحلا ودتك الصومالي قبض ما جوا مركب الفيري دجمين جوا حكوا صوب بركعي بقولال كن أوقف وكسو بركعي قبل كشبة هذا هوس كسو بركعي إسبتال ماله يدو كلا أباب لو حاجرت حوج الأصع أو الغيب كن قطان إن هالإسبتال وين اللي قدسه تاس كوا ولقى مارمان وين لذا عن كونفورت سيدا هو سينجو أكلته يدا لفت هذا وحقوش الصعوتي أبابلا إن لا تيجي وحبر شذا سلام مركز هسا سبتال على جسم أيو حارون دقمد إلى ده إن لقى دسو تانو حويا وحياه حقوش هذا وجرة كمل تاعي أريا كلو حواجر حد عن عنتين وكجرين ما راح نمرك عنتين قالن ووجرة وحاجته أكل ما شاء الله جابوين ويدا ده ما شاء الله لهم يمسنها يدا لفت هذا ده لاك صعدا سكستم حالك أعطو أنا جو هرت وحرم لا إنه أنت عشقيك هرت تبرت هنا عشقينه سمع قول أشقينه إذا كم عندك هذا الغضب ما دام تهين علماء ذي أما أدش يتشين هرت مرك وهر سحرم لا حلك إذا ملقى دان أنا جي ولا شف عظمه إيه أنت كلا حل ما نده سياسة دي تكون مثلا إن تسين نجد سميع حلك إنه ملقى دان أو ترى ذا تعلم إذا كنا ما دام ذيك اللي مثلا هذا ما سنتن الله يدم بركه وقولش قول في عمرين قلب كلام هذا كلنا دعاء هذا صعوتي إن الله سي وذاه نلود دعاء الهودات كاس أما نبت قليا دينا أما أبوه دينا أما ماله أن مرنا إن نقول إله إنه تانا وانا كعصرنا ودعاء الله صعوت قلب كسر هذا كلام حضو بحنا هاي إن الأفكار سوقت بسان أنا أخذ كأنه إذن فريها وقف كي فكر في عنها فكر كاسي فكر كاسي هلا قط الأحياء قف كي دنلا وأسوي له فيس دنلا أما دت كلا أو كحرا دنت ولا سدت علينا هبا على ميت كانا استقال إنه سوق البيوت واحد واحد صار لنا كربا تاسد وحق ولا قمر ما ويان وحد يذكر إسا بأذا أكون أشقيني لو بأذا وقاب على ذات ودنكو جودهان ده قال بكو جرا إلا ودعوا يا سوالي سك جودهان وحويا ولا قمر ما ويان ودنكو ما دام ودعوا لمدة تين ما دام أو مستجاب دعوة أتين وحد الأكسوني هاي أنت بدن دعوة لمدة ولا سقانا سوالي ولا استقانا سلام كان والله سقانا دتك دعاءين جري أو لوتري هذا إله روب كان سلام كان روب صوت يجري والله كنا نمرك إن ودك لو دعاء إله لو بري وهو حياة بها لقى مرمان كا إن سيد رأي مرة بو أنا وحنو أكتهين متلات معقولة وحنو أكتهين قلب فرنان وحنو أكتهين مركي إن لو بحظ إن له لو وحكلون عن أصلنا دلو حاجة ترى يقوم كأركين يقوم كمغلين تاجر حل دور أنكو كل حين ودعي كرت إني أن كشف جاي وحياة بحال هذا أما الدعاءات والسياسيين ته للدعاءات هي وحلاقة قرا صبر كذا الاستعماله حياة بقارك عن غروح بنين تانو حن ربع علماء ده إني كهذا لو هو ناجح حلا حلا وضع الشقية لكن هو خلاف كاني إن لقى وضع لقى حرم تذكر لقى وعي قالوا لقى وانيه
waxaan soo dhaweeynaa in kulankani uu mar kale furmo inaad noogu timaadaan Soomaaliya oo soo wareegtaan qolaha culimada oo faafinta islaamka aad awl wal wadee la sii wadaan una diyaar una soo dhaweynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad Allah idin barakeeyo idinka iyo intii kasoo qayb gashay iyo jaaliyadda iyo qolaha media jooga waanu garab taaganahay dadku way calcalaan laakiin inagu marka la fiiriyo Soomaalida بيلها ومعقوشة ما كنت جرنا مركز لفيريو إنك سؤال إلي كل بنت معجبة بأبيها أو قبر كسا أبيها بلوين قبر كسا مركز أبيها أرقته أبيها بطلة يحوى قصيد محاهد قف كسا الليلة أيو أنا مسكا هذا كوهيا مكرسة كل يغنى على ليلة ليلة أنا أرتها سيادة ما أحبك موقع مركز إنك مركز لفيريو بيها شينا بيل علماء أي أتهي وقان أتهي بيل تصالح نتخذ غاد ما ملك الصومالي كجرة وان كجرنا gobol kana ku soo jirna oo marka la ilaado wadamada kale oo dadka ku soo jirna beel marka miisaankaas la waxay u baahan tahay in habeen iyo maalin laga shaqeeyo oo ganacsatooda iyo siyaasiyiintooda iyo culimadooda iyo dhalinyartooda iyo haweenkoodu ay si wada jir u qaadaan waxa kale oo aan arkaa in aan hoggaanka Soomaaliya aan u diyaar garoobi karno inagu inaynu qabanno xilliga ku haboon taana waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo hoggaanku hal qof ma aha waa in la helo dad weyn oo aqoonyahana oo dhalinyaro oo culimada oo aqoonyahana oo isu diyaar garan in Soomaaliya ay tawliyaan Soomaaliya waa waqti badan bay colaad ku jirtaa reerkan markay hoggaanka ahaayeen waa la yaqaan taariikhda hoggaanka ay ahaayeen waliba dadku xaq qoro oo aqoonta leh waxaan rabaa in wax la qoro oo taariikhda Islaamka ee geeska Afrika ayaynu hormuudka ahayn hormuudnimadii in la xuso oo la sheego oo xerar la tago oo markii inagu aynu hoggaanka ahayn muddo badan baan geeska Afrika soo xukumeynay waxyaabaha hadda aan ku weynay wax badanna dadagalka lagu qaaday waxa laakiin taariikhda islaamka ay qaan in halkan ay boqortooyii islaamiga ay ahaayeen oo ay sameeyeen dawladda taraas islaamiga ay qayb weyn ka mid ahaayeen ama ay asaas u ahaayeen waxa u baahan tahay in la qoro aad iyo aad baad mahadsantihiin iga raalaha hadda in ku dheereeyay oo kulanka ugu horeeyay oo dhaxmara culimada reerka dhaxdeeda lafteeda wiilka halkan ka hadlayay oo dariiqad cusub ku soo biirtay iyo waxaan filay culimadan waa markii u horeysay waxaan filay ay shiraan waa loo baahan yahay farcadaanta iyo ra'yigaas dariiqada cusubna ta waa waaqic jira oo soo kordhay marka waaqica soo jiray waa badweyntaas dhinacooda ka shaqeeyaan in iskuula dhisaan isbitaalo dhisaan deegaamada tagaan qiyam al-islaamiya ay dhinacooda ka faafiyaan waa wax laga rabo waa laakiin waxaa muhiim ah in diinta si sax ah oo nuxur leh loo barto oo sunanteeda iyo fiqigeeda iyo naxweheeda iyo sarfigeeda iyo balaaqadeeda iyo usuul fiqigeeda in la bartado waxaan filayaa Cabdi Xakiim inuu akhriyo jiraan filayaa jamc al-jawaamic inuu akhriyo jiraan filayaa baaqada haddii la dhameeyo ma garan karayo marka in la is aqbalo marka qof ma meesha ku fiican yahay loo diro waa laga maarmaan marka culimadu tacawunkiin waa muhiim siyaasiyiinta ducadooduna waa muhiim anagu markasta Nairobi baan aan la kulanno waan rabnaa inaan meelo kale isku aragno waan rabnaa hadduu ilaahay raado allah idin barakeeyo allah idin xafido aad iyo aad baad umahadsantihiin shukran jazeelan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إلهي تذكر ماشي سوي يمدن بغض الله داف تذكر ماشي سوي يمدن بغض الله داف كي والدين تضع الله داف dadka ina daawanaya ayna dhageysanaya ee meel kale naga fiirinaya ayagana dambiyooda la dhaafo umurooda Allah saxiro xildhibaanadan xilka Allah ku asturo Ilaahay ha u kaalmeeyo muraadkooda Allah sahlo dadkan culimada iyo dadka kale akhyaarta ee meesha jooga nin walba danihiisa Allah gudo danihiisa Allah gudo akhyaarta Allah inuu daro akhyaarta Allah inuu daro wadhkur cibaadana Ibraahim oo Isxaaq oo Yaquub oo Ilaydi oo Absar إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا الله من المصطفين الأخيار بإله الأخيار الله نقدره خيار الله نقدره مراد كينا الله سأله فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أنت شوه كدعو إله وأقبل اللهم أعطينا الخيرات والبشارات والفتوحات والنجح والظفر والفوز والفلاح اللهم أعزنا في الدارين اللهم انصر الإسلام والمسلمين كارهان صومالي إله يعز إله وسيه إله نبتقلي إله وسيه إله ولا تنمي إله وسيه إله خلاف كان يعلاد إله وحن كبه إله يعين المذوبان وإنما المؤمنون إخوة إنا النقضان ويدين توجر قبصدان إله وافج توفيق ربحية إله وافج إنا ولا لوبان ويدين توجر قبصدان إله وافج
قارهان علمه انت اسقبسلان انا امد حلكو ذا قتان او هغان اله وافجي اله توفيق نسيب اله ان اقبل اللهم صل على محمد الفاتح.